بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. تعليق على تفسير سورة الأنعام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الدرس 21. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تفسير بعض آيات من سورة الأنعام، قال رحمه الله تعالى: وأما قوله تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فيها من المسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من جملة مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه الجمل المستنبطة من القرآن الكريم مما يوضح العقيدة الصحيحة ويجليها. وقد قرأنا أول هذا التفسير في أعوام مضت، انتهى بنا التوقف عند أول سورة الأنعام، وهي قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، إلى آخر السورة. وهي سورة عظيمة من الطوال، من السبع الطوال، تضمنت آيات عظيمة في التوحيد، الدعوة إلى الله عز وجل، وردت على أهل الجاهلية فيما يحللون ويحرمون من بهيمة الأنعام من عند أنفسهم. الله جل وعلا بين فيها الحلال والحرام الذي شرعه لعباده وأمر بأكله: وكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، ونهى عن ما فعله المشركون من التحليل والتحريم من بهيمة الأنعام من عند أنفسهم. ولذلك سميت هذه السورة سورة الأنعام، الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، بهيمة الأنعام. نعم. ومنها هذه الآية، منها هذه الآية. نعم. وأما قوله تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. نعم. هذه الآية وما بعدها يتحدى الله فيها المشركين الذين يعبدون الأصنام، يذبحون لها وينذرون لها ويدعونها من دون الله عز وجل، أنهم إذا وقعوا في الشدة في البحر
أو في غيره من الشدائد، فإنهم لا يدعون غير الله عز وجل، يخلصون الدعاء لله لعلمهم أنه لا ينقذ من الشدائد إلا الله جل وعلا. فإذا فرج عنهم وأنقذهم من الشدائد أشركوا، فهم يخلصون لله في الشدة، يخلصون الدعاء لله في الشدة ويشركون به في حالة الرخاء، يدعون غيره. والله سبحانه وتعالى أقام الحجة على بطلان ما هم عليه، لأن الدعاء يجب أن يكون لله في الرخاء وفي الشدة، لأن الدعاء هو العبادة، هو أعظم أنواع العبادة. فقال سبحانه: قل أرأيتم، أي أخبروني، تحداهم، أخبروني إن أتاكم عذاب الله، أتاكم عذاب الله في الدنيا ووقع بكم، أو أتتكم الساعة، يعني قامت القيامة، هل تنفعكم هذه الآلهة، هل تنفعكم هذه الآلهة أغير الله تدعون؟ هم يعترفون أنهم لا يدعون غير الله في هذه الأحوال. أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ قل إياه، بل إياه تدعون، يعني لا يدعون غيره في الشدائد، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، يعني يفرج عنكم وينقذكم من المهالك والمخاطر، وتنسون ما تشركون، تنسون آلهتكم لعلمكم أنها لا تنفع ولا تنقذ من الشدائد. إذا كانت لا تنقذ من الشدائد فإنه لا تجوز عبادتها ولا دعاؤها من دون الله، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ويروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة فر عكرمة بن أبي جهل، وكان من شجعان قريش، ففر من مكة، أراد أن يركب البحر، فركب في سفينة، فلما صارت في اللجة تلاطمت عليهم الأمواج، أشرفوا على الهلاك، فقال أصحاب السفينة: أخلصوا، فإنه لا ينقذ من هذا إلا الله سبحانه وتعالى. قال، يعني وقع في قلبه الإيمان، تفكر، قال: هذا الذي أنا هارب منه، إذا كان لا ينقذ من الشدة إلا الله فإنه لا ينقذ في حالة الرخاء إلا الله، فهذا الذي أنا فررت منه، لئن أنقذني الله لأذهبن إلى محمد ولا أضعن يدي في يده. فأنقذه الله، ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بايعه على الإيمان، شهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله. انتبه، انتبه في هذه الحالة، فصار من المجاهدين في سبيل الله، واستشهد في سبيل الله رضي الله تعالى عنه. والشاهد من هذا أن هذا الصحابي تنبه وأدرك أنه مخطئ،
حمله هذا على أن يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يبايعه على الإسلام. أنقذه الله من الكفر بسبب هذا. قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله، يعني في الدنيا، لأن نزلت بكم شدة، أو أتتكم الساعة، إذا قامت الساعة حينئذ كل يسلم، الكفار يسلمون إذا قامت القيامة، ولكن فات الأوان، لا ينفعهم إيمانهم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالكافر عند الموت يسلم لكن لا ينفعه ذلك، يحال بينه وبين التوبة ولا تقبل توبته. كذلك الكفار عموما عند قيام الساعة يسلمون إذا طلعت الشمس من مغربها. يوم يأتي بعض آيات ربك، خرجت الشمس من مغربها، حينئذ لا تقبل التوبة من الكافر ولا من المذنب، يغلق باب التوبة. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون؟ يعترفون أنهم لا يدعون غير الله في هذه الحالة. غير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ ما يمكنهم يكذبون ويقولون نعم ندعو غير الله في الشدائد، ما يمكن هذا، عارفين إن هذا. الله قام الحجة عليهم بمثل هذه الآية. نعم. قال رحمه الله تعالى فيها من المسائل: الأولى، أمره سبحانه وتعالى بمحاجتهم بهذه الحجة الواضحة للجاهل والبليد. أمره سبحانه وتعالى بمحاجتهم بهذه الحجة الواضحة للجاهل والبليد. نعم، أمره رسوله صلى الله عليه وسلم بمحاجة المشركين، يعني يقول لهم: ولرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. نعم. لكن بشرط التفكر والتأمل. نعم، بشرط أن الإنسان يتفكر في هذه الآية ويتأمل، ما يقرأها عابرا ولا يفكر فيها، فإنها برهان واضح على وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة والدعاء وترك عبادة ما سواه. نعم. فيا سبحان الله ما أقطعها من حجة وكيف. نعم، ما أعظم هذه الحجة، حجة عظيمة لا يمكنهم أن ينكروا، فقامت عليهم الحجة بهذا على بطلان الشرك وعلى أنه لا ينقذ من الشدائد والكروبات إلا الله سبحانه وتعالى. إذن ما فائدة هذه الأصنام وهذه المعبودات إذا كانت لا تنقذ من الشدائد ولا من المكاره ولا تجيب الدعاء؟ ما فائدة عبادته؟ نعم. وكيف يخالف من أقر بها؟ نعم، كيف يخالف هذه الآية من أقر بها أنها آية من القرآن وأنها من عند الله عز وجل، ومع هذا يدعو غير الله من الأضرحة والقبور والأشجار والأحجار وهو يقرأ هذه الآية
ويقر أنها من الله ولا يمكنه أن ينكرها. نعم. المسألة الثانية: إذا تحققت معنى هذا الكلام مع ذكر الله تعالى له في مواضع من كتابه عرفت الشرك الأكبر وعبادة الأوثان. إذا تحققت هذه المسألة حق التحقق، عرفت بطلان عبادة غير الله سبحانه وتعالى لكل زمان ومكان، لأن هذه المعبودات لا تنفع عند الشدائد والكروبات، ولا تنجي أصحابها، ولا تعطيهم ما يطلبون منها، لأنها جمادات أو أموات لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا نشورا. فتأملها، إنها حجة قاطعة في إبطال الشرك. نعم. وقول بعض أئمة المشركين: إن الذي يفعل في زماننا شرك لكنه شرك أصغر. نعم، يعترض بعض المشركين في عهد الشيخ محمد، ولا يزالون الذين يعبدون القبور والأشجار والأحجار يعترضون على هذا، ويقولون نعم هذا شرك، يعترفون أنه شرك، لكن يقولون إنه شرك أصغر. سبحان الله، شرك أصغر، هذا شرك أكبر، يخرج من الملة، دعاء غير الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، طلب الحوائج التي لا يقدر عليها إلا الله من غير الله، هذا شرك أكبر، ما هو شرك أصغر. الشرك الأصغر مثل الحلف بغير الله، مثل قول لولا الله وأنت ما شاء الله وشئت، هذا الشرك الأصغر، مثل يسير الرياء، هذا الشرك الأصغر. هل عبادة هذه الأشجار والأحجار والقبور هل هي من الشرك الأصغر كما يقولون؟ هذه مغالطة، هذه مغالطة واضحة. نعم. قال: إن الذي يفعل في زماننا شرك لكنه شرك أصغر في غاية الفساد. يقول الشيخ هذا الكلام في غاية الفساد، أنه شرك أصغر، بل هو شرك أكبر، مثل شرك عباد الأصنام الذين نزلت فيهم هذه الآية: إلا إن كنتم تقولون إن القرآن نزل لغيرنا، نزل للأولين فقط، فهذا كلام أنتم تعرفون أنه باطل، لأن القرآن عام إلى يوم القيامة، القرآن للأولين والآخرين إلى أن تقوم الساعة، فلا يمكنهم التخلص من هذه الحجة. والمراوغات لا تقبل. نعم. فلو نقدر أن في هذا أصغر أو أكبر لكان فعل أهل مكة مع العزى. فلو نقدر أن في هذا أصغر أو أكبر لكان فعل أهل مكة مع العزى. العزى. نعم. وفعل أهل الطائف مع اللات، وفعل أهل المدينة مع منات هو الأصغر، وفعل هؤلاء هو الأكبر، ولا يستريب في هذا عاقل إلا أن طبع الله على قلبه. لو فرضنا أن الكلام صحيح، وأن ما تفعلونه عند القبور والأضرحة وعند الأشجار والأحجار أنه من الشرك الأصغر، إذن ما يحصل عند العزى ومنات، عند العزى واللات ومنات، إذن شرك أصغر. فما تفعلونه عند القبور مثل ما يفعله أهل مكة عند العزى، صنم كبير لأهل مكة،
هي أكبر أصنامهم. واللات في الطائف هي أكبر أصنامهم، وما يفعلونه عندها على كلامكم شرك أصغر، شرك أصغر. أكذلك منات الثالثة في قرب المدينة، منات قرب المدينة عند جبل قديد قريبة من المدينة، وكان الأوس والخزرج يعبدونها، إذن ما هم عليه شرك أصغر كما تقولون. الله جل وعلا قال: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، أخبروني عن هذه الأصنام الثلاثة ماذا أجدت وماذا نفعت عابديها حينما هدمها الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول أرسل إلى العزى خالد بن الوليد رضي الله عنه فهدمها، وأرسل إلى اللات في الطائف المغيرة بن شعبة وأبا سفيان بن حرب فهدماها، وأرسل إلى منات علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهدمها، ولم تدفع عن نفسها، لم تدفع عن نفسها، فكيف تدفع عنكم؟ إذن ما يفعله هؤلاء هو من جنس ما يفعله عباد اللات والعزى ومنات، لم تنفعهم ولم تدفع عن نفسها، فهذا من إقامة الحجة عليهم لو كانوا يعقلون، لكن يراوغون. صاحب الباطل إذا طمس على قلبه لا يقبل الحق، يراوغ من هنا وهناك. نعم. المسألة الثالثة: أن إجابة دعاء مثل هؤلاء وكشف الضر عنهم لا يدل على محبته لهم، ولا أن ذلك كرامة. نعم، كون الله جل وعلا يستجيب لدعاء المشركين في حال الشدة فيكشف الضر عنهم لا يدل على أن الله يحب هذا الذي هم عليه، ولا أن الله رضي عنهم وعن فعلهم، وإنما هذا لأنهم أخلصوا العبادة لله، أخلصوا الدعاء لله في هذه الحالة، فكشف الله عنهم بسبب إخلاص الدعاء له في هذه الحالة وبسبب ضرورتهم وإلى الإنقاذ. الله برحمته يرحم العباد، حتى الكفار تنالهم الرحمة في الدنيا، تنالهم رحمة الله، ولذلك يرزقهم ويطعمهم ويسقيهم ويدعوهم إليه ويمدهم لعلهم يتوبون، لعلهم يسلمون. نعم. إذن فما يحصل لعباد القبور من قضاء الحوائج لا يعدو أن يكون مثل ما يحصل لعباد الأصنام في الجاهلية من قضاء حوائجهم إذا أخلصوا الدعاء لله عز وجل في حال الشدة، لا يدل على جواز هذا ولا على أن الله يحب هذا. نعم. وأنت تفهم لو يجري شيء من هذا في زماننا على يدي بعض الناس ما يظن فيه من أن ما يدعي العلم مع قراءتهم هذا ليلا ونهارا. نعم، في وقت الشيخ وبعده في من يدافع عن الشرك وعن عبادة القبور والأضرحة وعن الشركيات الموجودة، في من يدافع وهو يقرأ هذه الآية لكنه لا يستفيد منها، هذا من عمى البصيرة، ويظن أن القرآن يخاطب أناسا كانوا فبانوا ومضوا، ولا يخاطب كل مكلف إلى أن تقوم الساعة،
فهو كما يخاطب أبا جهل وأبا لهب يخاطب عباد القبور الآن، لأنه منزل للجميع، حجة على الجميع. نعم. المسألة الرابعة: معرفة العلم النافع والعلم الذي لا ينفع. نعم، معرفة العلم يعني يؤخذ من هذه الآية معرفة العلم النافع لمن تدبر هذه الآية وأمثالها، لأنها تكررت في القرآن أن الله جل وعلا يجيب المضطرين إذا دعوه في حال الشدة، هذا تكرر في القرآن. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يجعلكم خلفاء الأرض، فالله كرر هذا لإقامة الحجة على أمثال هؤلاء. فالذي يدعي العلم من علمائهم لا يستفيد من هذه الآية، بل إنه يراوغ ويجادل بالباطل ويلتمس الشبهات لهؤلاء ليبرر أفعالهم، ولكن هذا كله لا ينفع لأنهم قامت عليهم الحجة، فلا عذر لهم عند الله سبحانه وتعالى وهم يقرؤون هذه الآية. وهؤلاء علمهم لم ينفعهم، هم علماء لكن لم ينفعهم علمهم. هناك من العلماء من هو ضال، علماء ضلال والعياذ بالله، لا ينفعه علمه بل هو حجة عليه وضرر عليه. إنما يستفيد من العلم من يعمل به ومن يأخذ بالعلم من القرآن والسنة، هذا الذي يستفيد. أما هذا المجادل وهذا حتى ولو كان عالما إنه عالم ضلال لا يستفيد من علمه. نعم. ألا يقال إن هذا هؤلاء فيهم علماء وفيهم؟ نعم فيهم علماء، ولكنهم علماء ضلال لم يستفيدوا من علمهم، لم يستفيدوا من علمهم. ذكروا أن عامياً من الموحدين جاءه رجل من علماء هؤلاء فقال لهم: أنتم تحتقرون الأولياء. يقول لهذا المحقق الموحد وهو عامي على الفطرة، قال له: أنتم تحتقرون الأولياء والصالحين. ليه نحتقرهم؟ لأنكم لا تطلبون منهم وتدعونهم. والله جل وعلا قال: والله جل وعلا قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء عند ربهم يرزقون. فالشهداء ما داموا أحياء فإنهم يجوز طلب الحوائج منهم. فقال له العامي: هل الله جل وعلا قال يرزقون أو يرزقون؟ قال: لا، بل قال يرزقون. قال: إذن أنا أسأل الذي رزقهم أن يرزقني ولا أسألهم هم، دل على أنهم فقراء يرزقون بحاجة إلى من يرزقه. فخصمه العامي. ولهذا يقول الشيخ في كتاب كشف الشبهات، يقول: والعامي من الموحدين يخصم ألفا من علماء هؤلاء. نعم. فمع معرفتهم أن ما يكشفه إلا الله، ومع معرفتهم بعجز معبوداتهم ونسيانهم إياها ذلك الوقت، يعادون الله هذه المعاداة ويوالون آلهتهم تلك الموالاة. مع معرفتهم بعجز آلهتهم عند الشدائد وأنها لا تنقذهم ولا تنفعهم وأنه لا ينقذهم إلا الله، مع هذا يعادون الله عز وجل
وينكرون توحيده وعبادته ويعبدون هذه الأشياء، يصرون على عبادتها ويستمرون عليها ويحبونها حبا شديدا ويدافعون عنها حتى بأنفسهم وأموالهم، يدافعون دون الأوثان ودون عبادة القبور والأضرحة. هذا دليل على انتكاس الفطرة عندهم وعلى عمل بصيرة، وأنهم لم ينتفعوا بالقرآن الكريم. نعم. قال تعالى: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، هذه حالتهم، يؤمنون بالباطل وهو عبادة غير الله ويجادلون دون ذلك وينكرون نعمة الله عليهم فلا يشكرون الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وأما قوله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، إلى قوله: والحمد لله رب العالمين، ففيها مسائل. لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، فزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، استدراج لهم، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. نعم. قال: ففيها مسائل. نعم. الأولى في هذه الآيات مسائل. نعم. الأولى ذكر سنته سبحانه في خلقه. نعم، أن هذه سنته في خلقه، ما هي خاصة بمن سبقوا، بل هذه سنته في الأولين والآخرين، أنهم إذا دعوا إلى الله ولم يستجيبوا له أن الله يستدرجهم ويعطيهم النعم من أجل أن يزيد شرهم وطغيانهم، ثم إذا فرحوا بهذه النعم ورتعوا فيها جاءهم العذاب بغتة، أخذهم بغتة وهم لا يشعرون. فهذه سنة الله جل وعلا في خلقه، أن من لا يتعظ ولا يقبل أنه يستدرج، أنه يستدرج لأجل أن يزيد شره، ثم يؤخذ على غرة ولا يمكنه التوبة. فهذا فيه رد على من يقولون: نحن دعونا عند القبور والأضرحة وقضيت حاجاتنا، أعطينا ما نريد. هذا دليل على أن هذا جائز وأنه حق. نقول لهم: لا، هذا استدراج من الله عز وجل، استدرج من قبلكم بمثل هذا، فاتعظوا، توبوا إلى الله عز وجل ما دامت الفرصة ممكنة قبل أن يحال بينكم وبين التوبة. نعم. المسألة الثانية: أن ذلك تسليط البأساء وهو القحط والمجاعة والضراء وهي الأمراض. إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، إلى آخر الآيات. خذناهم بالبأساء أي الجوع والجدب وغير ذلك، والضراء وهي الأمراض والعاهات، لعلهم يتضرعون، يدعون الله
يدعون الله أن يكشف ما بهم، أن ينزل عليهم الغيث، أن يكشف عنهم المرض، أن يعافيهم، إن الله قريب مجيب. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني دعوا الله، لرحمهم الله وأنقذهم، ولكن قست قلوبهم، لا يتضرعون ولا يدعون الله عز وجل. فلما حصل منهم ذلك فتح الله عليهم النعم استدراجا منه سبحانه حتى يزيد شرهم. هذه سنة الله عز وجل في من لم يتعظ ولم تفد فيه، من لم تفد فيه السر والضر، فإن الله يبتليه بالنعم ويستدرجه بها لأجل أن يتمادى في غيه، ثم تنزل به العقوبة القاسية فيما بعد ذلك. هذه سنة الله سبحانه وتعالى. فالواجب الدعاء عندما يحصل القحط، ولا أن تطلبوا من الله إنزال المطر وإزالة، أن عندما ينزل المرض والوباء تدعو الله أن يكشف ما بكم، هذا هو الواجب. والله يبتلي بالمصائب ويبتلي بالنعم، ابتلاء واختبار. والآن نسمع من ينكر الدعاء وينكر الأشياء هذه وينكر ويقول هذه عادات وهذه جرت على الناس وتروح ما تبقى. قد مس آباءنا الضراء والسراء، فما تلين قلوبهم، وإنما يزيد شرهم والعياذ بالله. ينكرون الدعاء، ينكرون الاستسقاء، صلاة الاستسقاء والدعاء، ينكرون أشياء ويقولون ما هي بهذه التي نزلت، ليست هذه عقوبة، إنما هي شيء كوني، أمور كونية مضت على من قبلنا وزالت ونحن تزول عنا. يقولون كذا قد مس آباءنا الضراء والسراء، هذا شيء جرت به العادة، يقولون هذه حوادث طبيعية، يقولون هذه حوادث طبيعية مناخية إلى غير ذلك، نسأل الله العافية. نعم. المسألة الثالثة أن الله سبحانه أخبرنا بمراده أنه سلط ذلك عليهم ليتوبوا فيحصنون سعادة الدنيا والآخرة. أجرى عليهم الشدائد ليتوبوا، إذا تابوا حصلت لهم السعادة في الدنيا والآخرة، فصارت هذه المصائب خيرا لهم، صارت خيرا لهم ومنبها لهم، فرصة لهم ليرجعوا إلى الله عز وجل. فإذا ضيعوها فتح الله عليهم الاستدراج بالنعم ليزيد بطرهم وأشرهم حتى يأخذهم على غرة. نعم. فالله من سنته أنه يبتلي بالشدائد، فإن أجدت فيهم ونبهتهم وتابوا إلى الله فهذا هو المطلوب، وأما إن استمروا على غيهم ولم يتنبهوا فإن الله يفتح عليهم الاستدراج بالنعم ليزيد شرهم فيعظم هلاكهم وعقوبتهم والعياذ بالله. نعم. وليس مراده تعذيبهم على عظم جهالتهم وعتوهم، يعني ما ينزل بالناس من الجوع ومن الفقر ومن المرض، الله لا يريد تعذيبهم، وإنما يريد تأديبهم لمصلحتهم، يريد تأديبهم لمصلحتهم، فإن انتبهوا
صار ذلك خيرا لهم، رب ضارة نافعة. نعم. كيف لم يتضرعوا لما جاءهم ذلك؟ لم يتضرعوا بالدعاء، استكبروا عن الدعاء، يقولون هذا شيء عادي، هذا شيء كوني جرت بهذه مناخات، تأثير المناخ، تأثير كذا، تأثير الأجواء، يرجعون هذا إلى أمور طبيعية ولا يرجعونها إلى الله عز وجل. نعم. يعرفك أن هذا من أعظم الجهالة والعتو. نعم. المسألة الرابعة ذكر السبب الذي منعهم من ذلك مع اقتضاء العقل والطبع له، وهو قسوة القلب وكون عدوهم زين لهم ما أغضب الله عليهم فلم يعرفوا قبحها بل استحسنوها. نعم، هذا في الجانب الثاني، إن الله يبتلي بالنقم والمصائب لأجل أن يتوب الإنسان، يرجع إلى ربه ويعرف فقره وحاجته إلى الله، فإذا لم تنفع فيه المصائب فإن الله يستدرجه بإدرار النعم عليه. هذا خطر عظيم، لأنه يقسو قلبه عند ذلك، والشياطين تزين له ما هو فيه فلا يتوب إلى الله عز وجل. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا. فلولا إذ جاءهم بأسنا، شوف، لولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني دعوا الله، ولا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، منعهم من الدعاء قسوة القلب، تسلط عليهم الشيطان، تزين لهم المعاصي والذنوب والكفر، اجتمع عليهم أمران قسوة القلوب وتسلط الشيطان عليهم، زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. هذه عقوبة لهم، وأي عقوبة؟ قسوة القلب وتسلط الشيطان، بحيث أن الإنسان لا يدعو الله عند الضرر والمرض ويقسو قلبه، يقول الدعاء ما له فائدة، الدعاء ما له فائدة. وبعضهم كالصوفية يقولون الله يعلم حالنا فلا فائدة بالدعاء، علمه بحالي يغني عن سؤالي، يقولون هذا ضلال والعياذ بالله. الله أمرك بالدعاء، والدعاء عبادة، الدعاء عبادة، تضرع إلى الله عبادة، ولا يكفي أن الله يعلم حال، الله يعلم سبحانه، لكنه أمرك بالدعاء. الواجب أن المسلم يكثر من الدعاء، لا سيما إذا نزل به شيء، يكثر من الدعاء لأن الله يكشفه عنه، ولا يقسو قلبه، استكبر عن الدعاء. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي، فسمى الدعاء عبادة، سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء له مقام عظيم في الإسلام، لا سيما عند الحاجة. نعم. المسألة الخامسة أنهم لما فعلوا هذه العظيمة فتحت عليهم أبواب كل الدنيا، فيا لها من مسألة. نعم، أنهم لما لم يتعظوا بالمصائب والأمراض والآفات ولم يتضرعوا ويدعوا ربهم بكشفها، فتح الله عليهم الاستدراج بالنعم. هذا أشد من الأمراض، الاستدراج بالنعم، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فإذا فرحوا بما أوتوا فرح أشر وبطر، فرحوا فرح أشر وبطر وكبر،
أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون آيسون من رحمة الله عز وجل. هذه عقوبة من تكبر عن الدعاء عند الشدائد والأمراض والآفات، قد يصاب بهذا. نعم. المسألة السادسة أنهم استبشروا بعذابهم كما استبشر قوم لوط بمجيء أضيافه. نعم. أنهم استبشروا بعذابهم كما استبشر قوم لوط بمجيء أضيافه. نعم، أنهم لما رأوا العذاب لم يتضرعوا إلى الله عز وجل ويدعو الله بكشفه، بل هم سادرون في غفلتهم، مثل ما إن قوم لوط عليه السلام نبي الله نهى قومه عن فعل الفاحشة إتيان الرجال دون النساء، نهاهم عن ذلك فلم يمتثلوا، استمروا على فعل القبيح، فأرسل الله سبحانه ملائكة لإهلاكهم، فجاءوا إلى لوط، جاء الملائكة إلى لوط بصورة أضياف حسان الوجوه جميلين، فاستبشر قوم لوط بهؤلاء الأضياف ليفعلوا فيهم الفاحشة، فجاءوا إلى لوط يطلبون منه أن يمكنهم، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، اتقوا الله ولا تخزون، إلى أن قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، لكنهم قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، يعني نريد اللواط، نريد الرجال ما نريد النساء. عند ذلك قال الملائكة للوط إن رسل ربك، أخبروا لوطا عليه السلام وطمأنوه إن رسل ربك لن يصلوا إليك، بل إن جبريل عليه السلام لطمهم بجناحه فخطف أبصارهم فطمسنا أعينهم، صاروا لا يبصرون والعياذ بالله. ثم أمر الله لوطا عليه السلام أن يخرج بأهله ليلا وأن يتبع أدبارهم، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، لأنها كانت والعياذ بالله كانت تدعوهم إلى فعل الفاحشة بأضياف لوط، وهي التي بشرتهم بهؤلاء الأضياف، إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابها. فلما خرج لوط عليه السلام بأهله آخر الليل حمل جبريل عليه السلام مدنهم على طرف جناحه، حملهم وهم لا يشعرون، واقتلعها من الأرض ورفعها إلى أن سمعت الملائكة، ملائكة السماء، نباح كلابهم وصياح ديوكهم، فقلبها عليهم وأتبعها بحجارة من سجيل والعياذ بالله. هذا حاصل قصة قوم لوط أصحاب هذه الجريمة الشنيعة. نعم. قال الله جل وعلا وما هي من الظالمين ببعيد. ديار لوط على طريق أهل الحجاز، إذا ذهبوا إلى الشام يرونها، ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها، بل كانوا لا يرجون نشورا. نعم. ولما قلب الله ديارهم وصار لها وجبة، لما سقطت صار لها وجبة عظيمة، فقوم أهل لوط لم يلتفتوا، لأن الله نهاهم عن الالتفات، أما امرأته التفتت لما سمعت الوجبة، التفتت فجاءها حجر
من الأحجار التي نزلت على قوم لوط فقتلها والعياذ بالله، إلا امرأتك، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فإنه مصيبها ما أصابهم. نعم، صلى الله عليكم. قال: المسألة السابعة أنه لم يأخذهم حتى وقع الفرح. أن الله لم يأخذهم بالنعم التي أنعمها عليهم حتى حصل منهم الفرح، فرح الأشر والبطر والكبر والعياذ بالله، فأهلكهم الله عز وجل، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هم لم يشكروا نعمة الله، وإنما بطروا وتكبروا بها وجحدوا نعمة الله عليهم، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى. نعم. المسألة الثامنة أن ذلك الأخذ بغتة. أخذناهم بغتة، ما أمداهم يتصرفون، آمنون، هم آمنون وفي رغد وفي، فبغتهم العذاب وهم لا يشعرون والعياذ بالله. نعم. إذا هم مبلسون، خذهم بغتة إذا هم مبلسون، أي آيسون من رحمة الله عز وجل. نعم. المسألة التاسعة أنهم بعد ذلك النعمة. نعم. المسألة العاشرة أنه سبحانه المحمود على إنعامه على أوليائه ونصرهم. أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين الذي انتقم من المجرمين ونجى المؤمنين. هذه نعمة عظيمة يحمد عليها سبحانه، وأن العقوبة أخذت المجرمين فقط ونجى منها أهل الإيمان، الحمد لله. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم. ونستأذن معاليكم في طرح بعض أسئلة الإخوة. هذا سائل يقول: طالب علم مبتدئ، فبماذا تنصحونه وتوصونه بقراءة أي الكتب أثابكم الله؟ طلب العلم ليس بقراءة الكتب ولو كثرت، ولا بحفظها أيضا. طلب العلم هو الجلوس على العلماء والتلقي عن العلماء، سواء في الدراسة النظامية المدارس والمعاهد والكليات، أو الدراسة في المساجد والحلق، هذا طلب العلم. أما قراءة الكتب أو حفظ الكتب أو حفظ الأحاديث فهذا قد يغر صاحبه ويظن أنه عالم ولا يفهم ما يقرأ، ولا ما يستفيد من هذا الشيء. طلب العلم ليس بقراءة الكتب فقط، وإنما طلب العلم على العلماء أينما كانوا، يذهب إليهم، يرحل إليهم. نعم، كالذي يريد يطلب العلم ما له طريق غير هذا. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سلك طريقا، ما هو جلس ويقرأ ويحفظ، لا، يسافر إلى العلماء، يبحث عنهم، تلقى عنهم. نعم، إذا قرأتم في سير العلماء السابقين كالإمام أحمد والبخاري والأئمة تجدون الرحلات، أنهم يرحلون إلى البلاد البعيدة ليلتقوا بالعلماء ويتلقوا عنهم. الله جل وعلا قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني لطلب العلم ينفروا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلا بد من النفير في طلب العلم والرحلة في طلب العلم أينما وجد. أما أنك تفتح مكتبة بيتك وتملأ من الكتب وتقرأ وتحفظ،
هذا ليس هو طلب العلم، بل هذا هو الغرور. كم أوقع من المتعالمين ومن الجهلة الذين ادعوا أنهم علماء، فحصل منهم وعليهم شيء كثير من الغرر والجهالة والفتوى بغير علم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال قريب من السؤال الأول، يقول: أثابكم الله، ربما يبتلى طالب العلم بالتكبر والترفع على إخوانه وأقرانه لزيادة علم أو لقربه من الشيخ، فمن كان هذا حاله فما توجيهكم حفظكم الله؟ هذه وسوسة من الشيطان. العلم خير، العلم لا يزيد صاحبه إلا خيرا إذا طلب العلم، فلا تزهدوا في طلب العلم بمثل هذا الكلام، وأنه قد يكسب الغرور وقد يتكبر. واطلب العلم، اطلب العلم والعلم خير، كل ما قربت منه فإنه يدلك على الطريق الصحيح، ولا تزهد به. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ما المقصود بهذه الآية أثابكم الله؟ المقصود بهذه الآية المرور على الصراط يوم القيامة، ينصب الصراط على متن جهنم أدق من الشعر وأحر من الجمر وأحد من السيف، جسر على متن جهنم تمر عليه الخلائق كلها، تجري بهم أعمالهم على هذا الصراط. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى على قدميه، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم. هذا هو المراد بهذه الآية: وإن منكم إلا واردها كان حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا، شوف، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يوجد لدينا بعض الأقارب من يسبون الرب جل وعلا ويسبون الدين، فهل نقوم بزيارتهم وعيادتهم إذا مرضوا، أم نقوم بهجرهم وفقكم الله؟ إذا كانوا يقبلون الدعوة وتؤثر فيهم فزورهم وادعوهم إلى الله، دعوهم إلى التوبة، بينوا لهم الحق وانهوهم عن هذا، لعل الله أن يهديهم. أما إذا كانوا لا يقبلون الحق ولا يلتفتون إليه فابتعدوا عنهم. نعم. إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم التعزية في المقبرة بجعل طابور لأهل الميت؟ التعزية مشروعة لكن ليس فيها تكلف، ليس فيها تكلف. بعض الناس يعزي في المقبرة من أجل أنه بعدين ما يروح لما المصابين ويعزيهم، يعتبرها فرصة أنه أدركهم في المقبرة ويعزيهم، لا بأس بذلك، ولكن لا يكون بشكل منظم وصفوف، لا. أيضا ما يكونون عند القبور تعهدون عنها لئلا تداس، فيعملون الأرفق فالأرفق في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الرقية بطريقة قراءة القرآن على الماء وشرب المريض من هذا الماء؟ هذا وارد في الحديث الصحيح، القراءة في الماء وسقي المريض منه، هذا وارد في الحديث سنن أبي داود بإسناد صحيح، وهو نوع من العلاج والرقية بالقرآن. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: أسمع من بعض المأمومين في الركعة الثالثة يقرؤون بعد الفاتحة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فهل فعلهم هذا صحيح؟ يجوز في الركعة الثالثة والرابعة أن يقرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن إذا كان الإمام يتأخر في الركوع ولا يسكت، يقرأ فيها من القرآن، لكن ما يعين آيات يداوم عليها، يقرأ من القرآن ما تيسر. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز للشخص إذا أراد أن يؤكد أنه يتكلم بصدق أن يقول بأمانة؟ لا يجوز الحلف بالأمانة، هذا شرك. الحلف بالأمانة شرك، مثل الحلف بغير الله عز وجل، ما يجوز. وجاء النهي، جاء النهي عن الحلف بالأمانة: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من نصيحة لبعض الشباب الذين لا يصلون الفجر في جماعة منذ أكثر من سنتين؟ هؤلاء معرضون لأنفسهم للخطر، ترك صلاة الجماعة في إثم عظيم، إلا إذا كان الإنسان له عذر. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد المصلين ويقول: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. قل ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا، يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. لا يجوز للإنسان يتكاسل عن صلاة الجماعة، بل يجب عليه أن يحافظ على صلاة الجماعة في المسجد مع المسلمين الفجر ولا غيرها. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: الذي يقرأ القرآن ويسلم عليه شخص، هل يقطع التلاوة ويرد السلام أم يواصل تلاوته؟ الأولى إذا رأيت إنسان يقرأ لا تسلم عليه، لكن إذا سلمت فللقارئ أنه يقطع القراءة يرد السلام أو يستمر في القراءة، له ذلك. نعم. أثابكم الله. يقول أيضا: أنا أؤدي سنة الفجر في البيت وأذهب إلى المسجد وأجدهم لم يقيموا الصلاة وأصلي تحية المسجد، فما حكم ذلك؟ لا بأس بذلك، جائز هذا، هذا جائز. ولكن لو خليت راتبة الفجر في المسجد كفت عن تحية المسجد وكفت عن راتبة الفجر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الأصل في المسبحة أثابكم الله؟ المسبحة إذا كان يعتقد فيها الفضيلة فلا يجوز، هي بدعة. اللي يعتقد أن المسبحة فيها فضل، خصوصا بعض الصوفية اللي يأخذون المسابح معهم ويعتبرونها أنها فيها فضيلة، هذا بدعة لا يجوز. أما من اتخذها من غير اعتقاد فيها وإنما ليعد بها التسبيحات فلا بأس، يعد التسبيحات بأصابعه، يعدها بالحصى، يعدها بخرزات المسبحة، لا بأس بذلك. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: في بلدنا يؤذن للمغرب بعد الغروب بخمس دقائق. يقول: في بلدنا يؤذن للمغرب بعد الغروب بخمس دقائق، فهل يجوز لنا الإفطار قبل الأذان أم لا؟ الإفطار على غروب الشمس، إذا رأيت كنتم ترون الشمس إذا غربت فأفطروا، أذن أو ما أذن،
أما إذا كنتم ما ترون غروب الشمس فلا تفطروا حتى يؤذن المؤذن، لأن هذا أضمن لكم أن لا تفطروا قبل غروب الشمس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تزيل بعض الشعر الذي على وجهها ولو كان لغير ضرورة؟ الشعر المؤذي يزال، أما شعر الحاجبين فلا يجوز التعرض له، وأما الشعر غير الحاجبين إذا كان يؤذيها فلا بأس بإزالته، وإذا كان ما يؤذيها فالأحسن أنها لا تتعرض له. نعم. ثابكم الله. يقول السائل أيضا: وهل يجوز للمرأة الكبيرة في السن الذي مات عنها زوجها أن تذهب إلى إحدى بناتها لتعيد عندها وتقوم البنت بخدمتها؟ إذا كانت يعني في عدة الوفاة، يصل في عدة الوفاة يجوز تذهب إلى بنتها، إذا كانت ما تقوم بنفسها وتحتاج إلى خدمة وبنتها ما هي جاية عندها فلا بأس أن تذهب وتصير عند بنتها لتخدمها وتؤانسها. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: تاجر أخذ بضاعة وبقي عليه دين وحال عليه الحول، فهل يحسب هذا الدين الذي عليه ويزكي عليه أم يحسب الموجود فقط؟ صحيح أن الدين لا يمنع الزكاة، تزكي ما عندك ولو كان عليك دين، فإذا تم الحول تحصي ما عندك تخرج ربع العشر. نعم. وتكملة لسؤاله يقول: هل زكاة عروض التجارة يزكى عليها بسعر البيع أم بسعر الشراء؟ لا، ما هو بسعر الشراء، بسعرها وقت وجوب الزكاة، يثمنها بسعرها وقت وجوب الزكاة، يعني تمام الحول له تسوى أكثر مما شراها أو أقل أو مساوي. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ظهر في الآونة الأخيرة عبر وسائل الاتصال الحديثة من يعقد القران عن بعد مع وجود الزوج بأمريكا، ويتم عقد القران في إحدى مناطق المملكة. ما أدري عن هذا، هذا يحتاج عرضه على هيئة كبار العلماء أو على المجمع الفقهي. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما هو الضابط في حكم إعفاء اللحية؟ هل هو واجب أو سنة مستحبة؟ واجب، وحلقها حرام. إعفاء اللحية واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى وحلقها حرام، لا يجوز. نعم. صلى الله عليكم. هذا آخر سؤال. يقول السائل: قدمت من المدينة ولما وصلت إلى جدة نويت العمرة وقمت يقول قدمت من المدينة ولما وصلت إلى جدة نويت العمرة من جدة ولم أنوها من المدينة وقمت بأدائها، فهل عمرتي صحيحة؟ نعم، تحرم من المكان الذي نويت العمرة فيه وهو جدة، لأنك نويت في جدة فتحرم من جدة، لا بأس بذلك.